السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم من جديد وبالجديد، معكم نادية من أيادي الأمان صحة وجمال وراحة البال. في حصة سابقة درت تحضير زيت التشيف الشوكي، ولكن كانت عندي ركاكة في التعبير باللغة العربية، ودابا حاولت نستعمل اللهجة الدارجة، ونتمنى الكل يتفهم ويفهم طريقة الكلام ديالي. احنا غادي نعرفوا بالتين الشوكي. اولا التين الشوكي هو مادة طبيعية مزيانة صحية، مزيانة للأمعاء، مزيانة للهضم، مزيانة ضد السمنة، لأنها تقلل من امتصاص الدهون والسكريات، معناتها أنها مزيان اللي بغى يدير الحمية ضد السمنة، وكذلك اللي عندها السكريات زايدة وبغات تنقص منهم راه يمكن تستعمل الهندية أو التين الشوكي. غير هو اللي كانت تستعمل أدوية نصحها أنها تشاور الطبيب، لأنه الأدوية ديال الطبيب راه كتنقص بزاف السكر، ولا زاد تكملات مع المواد اللي كتنقص السكر تقدر توصل لشي حاجة ماشي هي هذيك. هو كذلك فيه نسبة كبيرة من الماء، يعني أنه مشبع بالماء، يعني كيقدر ما يجيكش العطش وداكشي، بما انه ماء صحي طبيعي احسن من الماء الروبيني. وكذلك هو مزيان لقرحة المعدة، لانه هذوك الحبيبات ديال الهندية او ديال التين الشوكي هما بحال البلبولة، يعني كيشطب المعدة وكينقيها ومزيان للقولون، كيسرح الامعاء مزيان للتشنجات كذلك العضلية، ولأنه هو كيهدئ الأعصاب. نقول لكم هو فيه نسبة عالية من الألياف. هذا بالنسبة للتين الشوكي. بالنسبة للزيت، بالنسبة للزيت نحاولوا نديروا فكرة عامة على هذا الزيت، باش هو الزيت مزيان هو للنمش، للبقع، للكلف، للتجاعيد والتبييض ايضا، والتغذيه والتنعيم، يعني وحتى الهنديه الكرموسه براسها راه تقدر ملي وقتها هادي راه تقدري تشديها وتديريها ليديك. راه دايره فيديوهات كنهضر على هذا الشيء، بانها كديريها لوجهك وليديك كتعطي النعومه الفارطه. كذلك كيبيض، كيصفي، لانه ديك الايامات اللي كنت كنستعملها في شهر 8، دابا شهر 9، هذا كنت عرفتي واحد النظاره اللي عطاتني لوجهي وكل شيء عطاني الملاحظه. بالنسبه للزيت التين الشوكي هو يناسب جميع انواع البشره، يكافح الشيخوخه ويؤثر يؤخر ظهور التجاعيد، ويزيل الخطوط الدقيقة من الوجه، يمنح النضارة والحيوية والشباب، ويحميه من أشعة الشمس. يعني تقدر ديره من بعد فاش ترجع من الشمس كديريه، وكيغطي البشرة وكيحاول يعالج المشاكل اللي تسببت فيها الشمس. يرطب البشرة بشكل فعال كيف قلت لكم، ويحميها من الجفاف ويخلصها من البقع الداكنة، يعني النمش والكلف وكل شيء. يغذي الوجه ويجدد الخلايا ويمنحه المرونة، يمنع تشكل الهالة السوداء اللي هما الساغن اللي تكون تحت العينين، يعالج عيوب البشرة بشتى أشكالها وحب شباب وآثار الناتجة عنه، يعني لي سيكاتريس اللي كتبقى من بعد شحال الشباب، يمنع نمو وانتشار الجذور الحره اللي هي كتكون في الدم، دوك الخلايا السرطانيه اللي كتقدر تاثر على الذات، خصوصا في الامعاء والقولون، هي كتمنع سرطان القولون والمعده.
يقلل من الإحمرار الناتج عن أشعة الشمس كيف شرحت لكم، ينعم البشرة ويقبض المسامات الواسعة، يعني دوك لي بوانوار اللي كيكون فاش كيحيدو كتبقى دوك التقيبات هذوك راه كيحاول كيجمعهم، يقبض المسامات الواسعة ويشد البشرة ويمنع الترهلة. والطريقه الاستعمال دابا بغينا نوريكم كيفاش تقدروا تستعملوه، كيفاش تصاوبوا زيت التين الشوكي. انا هضرت لكم ديك النهار طريقه التين الشوكي الطريقه، ولكن كي قلت لكم ركاكه في التعبير، والحمد لله لقيت اقبال، وشكرا لكم على تفهمكم وعلى الثقه ديالكم فيا، وشكرا شكرا بزاف 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 اللي ابونا معايا واللي شارك معايا واللي عطاني جيم واللي اي واحد ساهم ولو كومونت، شكرا لكم جزيلا. غادي نقول لكم دابا اول حاجه كتستعملوها نحتاج الى بذور التين الشوكي التي هي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا هنايا اللون ديالها مائل للاخضر وصلبه الملمس وتشبه بذور الفلفل. كنطحنوا بذور التين الشوكي وكنحمروه حتى كيولي في هذا الشكل. بعد ذلك غادي تحتاجوا القرعه غامقه اللون بحال هادي او بحال هادي على حسب الامكانيات اللي عندكم في الدار، بحال هادي، هادي كبيره حيتاش كتقدر تخشي فيها المعلقه وتروح تحركها مزيان، او هادي بحال هكا يعني هادي كتقدر توفر بزاف عندكم. ها هي دابا هو كيبان لكم الزيت من هنايا، انا ديجا استعملته ولكن غادي نوريكم التصاور كيفاش كتستعملوه. كتحتاج بذور التين الشوكي وكتحتاج قرعه كيف قلت لكم، وكتحتاج زيت الزيتون اللي هو زيت العود بالمغربية. دابا كنديرو زيت العود او زيت الزيتون في القنينة الغامقة اللون وكنزيدو عليها المسحوق. كنغلقو القنينة باحكام وكنحركوها مزيان 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 وكنخليوها شي 3 ايام قبل الاستعمال. بعد مرور 3 ايام يصبح لدينا زيت غامق اللون يمكن استعماله على الوجه والمناطق المتضررة. وشكرا لكم. لكن نعلم ان زيت التين الشوكي 100% مختلف عن الزيت المختلط بزيت الزيتون. الى هنا تنتهي هذه الحلقه، شكرا لكم على تتبعنا، وما تنساوش المشاركه، ابوني، بارطاجي، لايك، والسلام عليكم.